السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بعض الشروط اللي احنا حطيناها سو فار، يعني الكلام اللي احنا عم نحكي فيه الى الان ما فيهوش شروط. نعم، نبدا نطبق بعض الشروط. يعني بالله من نعرف هذا الشروط اللي حطيناه هون بالاحمر، هذا الكلام لسه ما طبقناه، باستثناء انه عندي ستدي فلو. ستدي فلو اللي هي ترتب عليها انه الاكسلريشن الزيرو، نو اكسلريشن، وبالتالي بلشنا نشتغل. طبعا فولي ديفلوبت، احنا وي ار اولويز جوينغ تو ورك فولي ديفلوبت فلو ريجن. انكمبريسبل بنطبقها بعد شوي. الان اذا كان عندي نيوتونيان فلويد، وهي كثيره نيوتونيان فلويدز ومنها الماء، من اشهرها الماء، اوكي، وبدنا نحط شرط انه عندي لامينار موشن، لامينار فلو. هلا فور نيوتونيان فلويد الشير ستريس يساوي الفيلوسيتي جريدينت او الدريفيتيف بتاعت الفيلوسيتي ان ذا ار دايركشن، يعني الفيلوسيتي تغير مع الراديال دايركشن. اتفقنا انه مع الزد دايركشن الفيلوسيتي ما بتتغير، لأن يعني ذكرنا انه احنا ابعدنا عن الانترانس ريجن، وبالتالي حتى في الانترانس ريجن الافرج فيلوسيتي از ذا سيم. اوكي، بس الفيلوسيتي بتتغير مع الراديال دايركشن. خلينا نفرجيكم كيف يعني بتتغير مع الراديال دايركشن. اوكي، لاحظوا الفيلوسيتي هون ثابته افري وير باستثناء طبعا على 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 الوول. لاحظوا الفيلوسيتي في هذا المكان غير عن هذا المكان، غير عن هذا المكان. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم المسافة من السنتر، المسافة من السنتر. لا، إذا أنا ثبتت المسافة من السنتر على هذا المكان وطلعت عليها في مكان آخر هون، أوكي، سأجد على نفس المكان هذا من السنتر، على نفس المكان الفيلوسيتي نفسها، والافرج فيلوسيتي طبعا هي ثابته بغض النظر وين انت. فاذا التغير في الفيلوسيتي مع الزد دايركشن، مع هذا الدايركشن لا تتغير، بينما الفيلوسيتي تتغير من ماكسيموم على السنتر الى صفر على السيرفس، الى صفر على السيرفس. فاذا الفيلوسيتي از ا فانكشن اوف ذا راديال دايركشن. طيب، فاذا هاي المعادله هي شرطها انه يكون عندك النيوتونيان فلويد. وتحدثنا قبل شوي صغيري انه التاو اللي هو الشير ستريس يساوي ماينس ار على 2 في بي 1 ناقص بي 2 على دلتا اكس. هذا الحكي اللي موجود قبل شوي صغيري طبعا، هي الصفحه السابقه. طب بما انه تاو تساوي هذا الحكي وتاو تساوي هذا الحكي، اذا هذا الكلام بده يساوي هذا الكلام. فبتصير تاو تساوي الفيسكوسيتي في الدي دي ار ويساوي الكلام هذا على الجهه الثانيه. ممتاز، خلينا نكمل. لوين بدنا نوصل؟ الان انا انترستد اني اطلع الفيلوسيتي شو تساوي. طيب، جيب الفيسكوسيتي على الجهه الثانيه، هون بصير هاي ضرب الفيسكوسيتي، نجيب دي ار هون ونعمل انتجريشن، نعمل انتجريشن. فشو بده يصير؟ بده يصير حسب ما بتعمل، بتعرف بتعمل انتجريشن assuming انه هذا الحكي is independent of r، فبده يصير r سكوير على 2 ضرب 2، فبصير في r سكوير على 4 في هاي الفيسكوسيتي هياها. اوكي، هاي الفيسكوسيتي وهذا التيرم وبلس كونستنت، الكونستنت تاع الانتجريشن. عشان نطلع الكونستنت بدي باوندري كونديشن، وان كونديشن از انف، لانه عندي كونستنت واحد. شو اللي بنعرفه؟ بنعرف احنا انه الفيلوسيتي تساوي صفر نو سليب كونديشن، وين؟ على الانسايد سيرفيس تاع البايب. لما الار اللي هو راديال دايركشن يلامس السطح الداخلي تاع البايب
لامس سطح الدائري بتاع البايب الفيلوسيتي بتصير صفر. وبالتالي بتحط هون مساوي صفر وتحط هون ار 0 وبتطلع الكونستانت سي 1 بيطلع الكونستانت سي 1 بيساوي هذا الكلام. لاحظوا كل شيء هون عباره عن كونستانت. وبالتالي بصير اذا الفيلوسيتي as a function of the radial direction بتعبي الكونستانت هذا سي 1 هون وبتعمل شويه ري ارينجمنتس كومباين سم بارامترز بتطلع الفيلوسيتي anywhere في البايب as a function of the radial direction is equal لهذا الكلام. إذا هذا لاحظوا هاي عبارة عن minus delta B delta X يعني per unit length وهاي الدنسي عفوا الفيسكوسيتي بتاعت السيستم وهي مرتبطة بالجيومتري بتاعت السيستم عندك اللي هو الانسايد راديوس بتاع البايب والار anywhere. لاحظوا على السنتر على السنتر بتاع البايب كيف يعني على السنتر بتاع البايب؟ هاي البايب بتاعنا وين السنتر بتاعه؟ هذا هيك هذا السنتر على السنتر الفاليو تاعت ار شو تساوي؟ ار شو تساوي على السنتر؟ على السيرفيس هاي تساوي من جوا تساوي ار زي وعلى السنتر ار شو تساوي ار؟ هاي الكروس سكشن هاي السنتر من هون لهون ار زيرو. طيب الار شو تساوي في السنتر؟ صفر صفر. احنا بنبلش من هون من الصفر ونمشي باتجاه الراديال دايركشن. فاذا على السنتر على السنتر ار تساوي صفر فهي بتروح اوكي فبتصير عندي الفيلوسيتي تساوي هذا الرقم اللي هو عباره عن رقم الفيسكوسيتي عباره عن رقم وبي 1 ناقص بي 2 عباره عن رقم بير يونت لينث دلتا اكس اللي هو اللينث اللي انا حسب قديش اللينث اللي بدي احسب عليه السيستم يجي واحد بيقول طب ما انا اذا كبرت الاكس هاي الفيلوسيتي بتنزل بقول له لا هو لما بكبر الاكس هذا الفرق كمان بزيد اوكي بي 1 وبي 2 كمان بزيد فبالتالي انت من ناحيه عمليه بصير هو دلتا بي على دلتا اكس اوكي فبالتالي الماكسيموم فيلوسيتي بدها تصير وين بناء على الحكي هذا شو بتتوقعوا؟ الماكسيموم فيلوسيتي بتصير لما هذا التيرم يساوي صفر يعني على السنتر بتاع البايب وبالتالي من هون اجت انه الرسومات السابقه لاحظوا اعلى فيلوسيتي يساوي الفيلوسيتي عند السنتر هون هذا المكان هاي اعلى فيلوسيتي وكل ما ابعدت عن السنتر باتجاه الريديال دايركشن الفيلوسيتي بدها تنزل. فاذا الفيلوسيتي بروفايل اول شيء هذه هاي طبعا اعاده صياغه بنفس المعادله السابقه نفس المعادله هاي المعادله بس اعمل ري ارينجمنت لها ري ارينجمنت لها فبيطلع عندي الفيلوسيتي از equal to this which is a constant حيكون في واحد ناقص ار على ار not raised to the power of اذا ار تساوي صفر بصير هذا الماكسيم كل ما صار الار لها some value يصير عندي ماينس سم فاليو اذا الفيلوسيتي بدها تنزل اعلى او عفوا اقل قيمه للفيلوسيتي لما الار تساوي ار 0 ار تساوي ار 0 هذا الفاكتور بتصير 1 1 ماينس 1 از 0 بصير الفيلوسيتي ات ار تساوي ار 0 الفيلوسيتي تساوي صفر اللي هي النو سليب كونديشن. اذا الحل اللي معنا مطابق للكلام السابق الافتراضات اللي احنا حللناها والباوندري كونديشن اللي احنا استخدمناها بالتالي المينيمم فيلوسيتي زيرو على البايب وول من جوا والماكسيموم فيلوسيتي هي على البايب سنتر لاين لوكيتد ار ار ايكوال زيرو في هذا المكان على طول البايب. شو تساوي الماكسيموم فيلوسيتي؟ شيل التيرم هذا ار تساوي صفر بدها تساوي اذا هذا البارامتر اللي بعده. طيب وبالتالي بامكاني اكتب الفيلوسيتي بروفايل بدلاله البي ماكس فبالتالي velocity anywhere بالradial direction بتساوي البي ماكس اللي هو هذا ضرب 1 ماينس ار ديفايدد باي ار. الان لاحظوا الملاحظات التاليه البريشر دروب البريشر دروب بمعنى الفلويد اثناء الفلو تاعه
هذا الاتجاه أثناء مروره بده يصير يخسر ضغط. بيخسر ضغط ولا ما بيخسر ضغط؟ هذا بيخسر ضغط بسبب الفريكشن مع الوول بير يونت لين، يعني دلتا بي على دلتا اكس. اغنور الساينز حبيبي. از اندبندنت اوف ذا فلويد دنسيتي. لاحظوا الفيسكوسيتي موجوده بس ما في دنسيتي. اها، فاذا دنسيتي ليس لها علاقه في the pressure drop per unit length. It's independent of the fluid density and is proportional to the first power of the local velocity with first power of the viscosity. مين هذا the pressure drop؟ لاحظوا يعني احنا ما حطينا المعادلات بدلالة the pressure drop بس كان to do that. خلي هاي الدلتا بي في جهة وجيب everything else على الجهة الثانية، على الجهة الثانية. فبالتالي شو بصير عندي؟ دلتا بي على دلتا اكس، عفوا دلتا بي على دلتا اكس خليها في جهه، الاشياء الثانيه نجيبها على الجهه الثانيه. فالفيسكوسيتي بتطلع لفوق وبتصير ريز تو ذا باور اوف 1، والفيلوسيتي كمان از اوريدي ريز تو ذا باور اوف 1، وما في عندي دنسيتي، وبالتالي يس ات از بروبورشنال تو ذا فيرست باور اوف ذا لوكال فيلوسيتي. يعني بي الفيلوسيتي اس 1 والفيسكوسيتي اس 1. هاي من الامور اللي بنكون منتبهين عليها. شو الشرط الرئيسي هون عندي؟ او شرطين. الشرط الاول انه عندي لامينر، مش لامينر، عندي وات وي كول نيوتونيان فلويد. نيوتونيان فلويد هذا الشرط الرئيسي اللي احنا استخدمناه. نيجي لبعض الاشياء اللي تلزمنا في حل المسألة. لأن الأشياء اللي أنا بتهمني إني أحسب الفلويد فلو. لما نحكي فلويد فلو حد ماس فلو ولا فوليومتريك فلو، إحنا انترستد يوجوالي بالفوليومتريك فلو ريت. لاحظوا لما بنقول عندي فلو في بايب بقول لك كيلو جرام بير أور ولا متر مكعب بير أور، حتكون فوليوم على يونت تايم وليس ماس على يونت تايم. وإن كان الفوليوم ممكن تتغير بسبب التمبرتشر، او اذا كان غاز بسبب الضغط والتمبرتشر مع بعض. هلا الفوليومتريك فلو ريت، الفوليومتريك فلو ريت هو عباره عن الانتجريشن اوف ذا فيلوسيتي ضرب الديفرنشال ايليمنت. اوكي، ضرب الديفرنشال ايليمنت. طيب الديفرنشال ايليمنت دي اي is equal to 2 pi r dr. كيف 2 pi r dr؟ 2 pi r اللي هي المحيط. انا بدي differential element اللي هو هذا هو. الى شايفين differential element؟ انا بدي الفلويد اللي ماشي ما بين هذا الخط وما بين هذا الخط. هذا مش البايب ترى، هذا يعني differential element للفلويد في السيستم. اوكي، ماخذ سماكته دي ار. اوكي، فاذا فردته هذا differential element، اذا فردته بصير الطول تاعه بصير 2 باي ار. اوكي، له سماكه الطول 2 باي ار اللي هو المحيط، السماكة بتاعته احنا حطيناها هون انها دي ار. دي ار، فهذا السيستم الان عندي فلويد فلو داخل الاليمنت هاي دي، والفيلوسيتي اللي هي ماشي من خلال الاليمنت. وبالتالي بصير فوليومتريك فلو ريت يساوي الفيلوسيتي من خلال الاليمنت ضرب الكروس سكشن اريا تاع الاليمنت. يعني الفيلوسيتي خلال الاليمنت قبل شوي صغيره طلعنا عملنا لها ديرايفيشن، which is equal r zero square ناقص r square على 4 تا 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 ضرب الديفرنشال ايليمنت للاريا. وبدنا نعمل انتجريشن ما بين السنتر تاع البايب وما بين الانترنال سيرفيس اوف ذا بايب. اوكي، فالفيلوسيتي بدلاله الار حطيناها هون
2 باي ار الان اعمل الانتجريشن لما تعمل الانتجريشن اكسرسايز لكم بتعملوه تاكدوا انه ما فيش اخطاء عندنا هون وبعدين اعملها between the two limits r تساوي 0 و r تساوي r 0 once you do this بيطلع عندك الفوليومتريك فلو ريت يساوي هذا الكلام بدلاله الراديوس ويساوي هذا الكلام بدلاله الانسايد دايمتر اوف دي بايب هاي او مش معناها اوتسايد دايمتر او يعني الدايمتر على السيرفس المفروض هاي تنشال بس عشان ما يكونش عندي دي which is a variable والدي المفروض نحط هون دي اي الانسايد دايمتر بس نمشي مع الترمينولوجيز اللي موجوده بمعنى طيب اذا الفوليومتريك فلو ريت variable ولا constant حسب المعادلة هاي دلتا P على دلتا X which is usually constant وهاي constant والviscosity احنا افترضنا انه عندي incompressible وبدنا احط انا من عندي اضيف انه isothermal وبالتالي بصير الviscosity ثابت يعني الافرج velocity average velocity which is equal to the volumetric flow rate على ال cross sectional area الداخلي للبايب. The cross sectional area الداخلي للبايب اللي هو pi r square وهي ال volumetric flow rate اللي هو موجود عندنا هون. عبي هاي هون يعني جيب هذا الكلام حطه محل هاي واعمل ال r0 هون بدها تصير تختفي مع ال r0 اللي هون بس سكوير بروح بضل عندي هون ار تربيع هاي ار تربيع والباقي يبقى اوكي وبما انه الفي ماكس طلعناها قبل شوي بتساوي هذا الكلام بالتالي بصير الفي افريج هو نفس الفي ماكس تقسيم اثنين لانه اذا طلع مضبوط على المعادله اللي امامنا اوكي هاي شفناها قبل شوي صغيره هاي شفناها قبل شوي صغيره اللي هو هذا الكلام هياته اوكي ميو دلتا اكس هاي ميو دلتا اكس هون عندي الافرج 8 الماكسيموم 4 اوكي فاذا بجيب هذا واضربه في نص اوكي واضربه في نص بيطلع عندي الافرج فيلوسيتي فبالتالي الافرج فيلوسيتي هي نفس الفي ماكس ضرب نص يعني تقسيم ها ومن هون اجى انه انا إذا بطل عشان أطلع الأفرج فيلوسيتي إذا إما بجيب فوليومتريك فلو ريت وبقسمها على الكروس سكشنال أريا وهذا عادة هو الأسهل أوكي فوليومتريك فلو ريت على الأفرج على الكروس سكشنال أريا بطلع أفرج فيلوسيتي هلا من الأفرج فيلوسيتي أنا بإمكاني أطلع الماكسيموم فيلوسيتي في السنتر أقسم الأفرج فيلوسيتي على 2 هلا كل هاي المعادلات بتنحط على جنب ويصير انت حسب المساله اللي امامك شو مطلوب فيها بصير بدي استخدم المعادله هاي او هاي او هاي حسب توفر مين شو من المعطيات متوفر عندك وشو المجاهيل اللي عندك. يوجوالي احنا انترستد في البريشر دروب في البايب. اوكي؟ فدلتا بي اللي هو بي 1 ناقص بي 2 عاده نشوف دلتا هي بي لما نقول دلتا معناها P2 ناقص P1 الأصل يعني يكون الساين كونفنشن هاي احنا متفقين عليها دلتا معناها second state ناقص الـ first state أو الـ in أو الـ out ناقص الـ in بس في حالتنا احنا بنعرف إنه P1 أعلى من P2 فإذا حطيت P2 ناقص P1 فصير نيجاتيف دلتا هلا الدلتا X هي X2 ناقص X1 هي تساوي على فكرة الـ length تاع الـ pipe يساوي اللينث تاع البايب وبالتالي بامكاني اجي على المعادله تاعت الفي افرج وين معادله الفي افرج؟ معادله الفي افرج موجوده في هي قدام معادله الفي افرج هي الفي افرج يساوي هذا الكلام
P1 ناقص P2 على دلتا X. أوكي. فإذا P1 ناقص P2 خليها في جهة. نجيب هذا الحكي وضربه في البي افريج واقسم على ار 0 سكوير. اوكي هاي قسمنا على ار 0 سكوير. اوكي وعملنا شويه سمبليفيكيشن فضرب 8 ميو في ال في البي افريج. فاذا على طول البايب على طول البايب وير ال هي اللينث تاع البايب البريشر دروب is equal to 8 times viscosity times طول البايب ضرب الـ average velocity of the pipe divided by the inside radius of the pipe تربيع. هلأ زي ما حكينا احنا ما بتحب نتعامل مع الراديوس بتحب نتعامل مع الديامتر وبالتالي حط محل الـ R دي على 2 inside diameter على 2 وربع فبيصير إذا يكوال هذا الكلام then average pressure drop أو البريشر دروب في السيستم بدك تطلع الافرج فيلوسيتي which is easy to find الفلو ريت تقسيم كروس سكشن اريا طول البايب يفترض معروف عندك في السيستم اللي انت عم تشتغل فيه الفيسكوسيتي بروبرتي للفلويد اللي انت بتشتغل فيه والدي اللي هو البايب دايمتر الانسايد دايمتر للبايب اللي انت عم تشتغل فيه فيفترض هذا الكلام اللي على اليمين كله انت بتعرفه وبالتالي بامكانك تحسب قديش انت بدك تخسر ضغط في البايب. هلا في الديزاين هذا كلام مهم لنا. كيف يعني مهم لنا؟ مثلا انا بدي اعمل بايب لاين طويل بدي احطهم مضخه والضخ في هذا الاتجاه خلي مضخه مثلا ترفع الضغط مثلا ل 5 ل 10 10 10 اتموسفير وبدي امشي مثلا على سبيل المثال 100 كيلومتر بقول لكم بدي ابالغ شوي زيدي بدي امشي 500 كيلومتر هلا هاي المضخه اللي بتضخ على 10 بار اذا ضخيته وعندي بايب دايمتر خلينا نقول مثلا بايب دايمتر على سبيل المثال خلينا نقول 3 انش 3 انش بدي ارفع الضغط 10 بار هون قديش الفلو وليكن الليكويد هو ماء اوكي طيب هذا الماء اللي ضخيناه في هذا البايب على قطر 3 انش رفعنا ضغطه بسبب المضخه ل 10 بار متى لاي مساله يعني هل يا ترى بيلزمني مضخه ثانيه في مكان ما في الطريق طبعا الطريق طويل ولهي المضخه خلاص كافي ان تضخ الماء لاخر الطريق 500 كيلو متر مثلا شو رايكم؟ مش موجود كنت كافيه اه يعني يعني انتم ما عندكم انجينيرنج سنس انا بدي اقول لكم لا بتوصلش ما بتوصل 500 10 20 كيلو متر ممكن بلا حسبي هلا بدنا نبسط المساله ونقول ما في عندي فرق في الارتفاع كله هوريزونتال مثلا وبصير السؤال طيب نفترض ان هاي المضخه لن تؤدي الغرض معناها مش حتضخ 500 كيلو متر بس حتضخ مسافه معينه طيب قديش بدها تضخ؟ كم بدها توصل مسافه؟ اه باجي بقول لك متى بمعنى اخر متى بدي احط مضخه ثانيه عشان ارجع ارفع الضغط عشان ادز المي مسافه اخرى قديش احط المسافه يعني اجي بقول لك يا ابوي انا بدي لما يصير عندي الضغط على سبيل المثال لما يصير عندي مثلا 1.5 بار ابسولوت بدي احط مضخه اه اذا عندي هون 10 بار ابسولوت لما يصير الضغط 1.5 ابسولوت بدي احط مضخه اذا 10 ناقص 1.5 8.5 بار معناها دلتا بي دلتا بي 8.5 بار بصير احل لال كم اللينث اللي بيخلي البريشر دروب ينزل بمقدار 8.5 بار هلا اغير اي شيء في المعطيات اللي عندي بصير المسافه المقطوعه تزيد او تنقص زيد الديامتر نقص الديامتر اقول لك انا عندي بايب اوكي يعني هي مجموعه متغيرات بكون انا انترستد اما في الديامتر
أو في اللينث أو في the pressure drop في السيستم. هلا نيجي ل loss due to friction في اللامينر فلو وفيما بعد loss due to friction في التربلنت. هلا let's apply Bernoulli's equation between points 1 and 2, high point 1 and high point 2 in the absence of shaft work. هاي اللي احنا كاتبينه هون هي Bernoulli's equation. Bernoulli's equation ما في shaft work هذا الترم بضيع. ما في فرق في الارتفاع هذا الترم بضيع. اوكي. ال ال let's say انه عندي incompressible fluid. اوكي. وبالتالي ال velocity at point 1 وال velocity at point 2 لانه عندي incompressible fluid حيكون ال velocity وال velocity are equal. ليش ال velocity عفوا عندي steady state. ليش ال velocity هون تساوي ال velocity هون؟ شو كيف نحسب ال velocity؟ volumetric flow rate على cross sectional area. طيب ال volumetric flow rate على point 1 وال volumetric flow rate على point 2 متساويات ولا مختلفات؟ قلنا انه عندنا steady state incompressible fluid وبالتالي الفوليومتريك فلو ريت على 1 و 2 بدهم يكونوا زي بعض. واذا كان عندي الكروس سكشن ثابت يعني الدايمتر ثابت حيصير اذا الفيلوسيتي ات بوينت 1 تساوي الفيلوسيتي ات بوينت 2 وبالتالي الكينيتيك انرجي تيرم هذا تمام هذا التيرم بده يساوي صفر بده يختفي. وبالتالي بننتهي بهاي انه هذا الكلام يساوي ماينس أو إذا حبيتوا P1 ناقص P2 عكسنا هذول عشان نخلص من الإشارة تقسيم الدنسيتي بده يساوي energy loss due to friction. طيب هلا قبل شوي صغير احنا طلعنا انه الفوليومتريك فلو ريت يساوي المعادلة. وين الفوليومتريك فلو ريت؟ هي volumetric flow rate تساوي هذا الكلام ويساوي هذا الكلام. اوكي احنا استخدمنا تاعت الديامتر وبنعرف كمان من معادله سابقه شفناها انه P1 ناقص P2 بدلاله الستريس at the wall shear stress at the wall. وبالتالي شو بصير عندي؟ بصير الانرجي loss due to friction which is equal to P1 ناقص P2 high P1 ناقص P2 divided by the density. Okay. فF which is equal to P1 ناقص P2 على الدنسيتي هاي على الدنسيتي ظلت موجودة وهذا الحكي هيك هذا الحكي هيك اللي هو ال P1 ناقص P2 بدلالة هاي هذول البارامترز هيكون 128 ضرب ميو ضرب دلتا اكس ضرب كيو 128 ضرب ميو ضرب دلتا اكس ضرب كيو ديفايدد باي باي هاي باي ودي اس 4 هاي دي اس 4 وديفايدد باي الدنسيتي اللي حكينا انها موجوده. هلا من المعادله هاي كمان احنا بنعرف اوكي نستنتج انه الفريكشن تمام لاحظوا بي 1 ناقص بي 2 تحط الفريكشن بهاي الدلاله لان الفريكشن بي 1 ناقص بي 2 على رو وبي 1 ناقص بي 2 هو هاي المعادله اللي شفناها سابقا في بدايه المحاضره بصير عندي فاليو ثاني للفريكشن انرجي لوس ديو تو فريكشن طبعا هذول هيك بدهم يكونوا متساويات اوكي ذا شير ستريس ات ذا وول از ريسبونسبل فور ذا لوسز ديو تو فريكشن. نحل اكزامبل في تطبيق على بعض الاشياء اللي حكيناها. Example 6.1 oil at a rate of 100 gallon per minute. وين الاويل موجود؟ عندي اويل في هون مكتوب غاز هذا هو الاويل هون هاي اويل. طيب بدنا نضخه على فلو ريت 100 gallon per minute من تانك A هاي تانك A الى تانك بي. اوكي. من خلال بايب طول البايب 3000 قدم والكروس عفوا والريديوس عفوا الديامتر بتاعه 3 انش
وهاي السكيدجول نمبر 40 لها علاقه بالوول ثيكنس تاع البايب له ستاندردز. والسكيدجول نمبر هذا يعبر عن الثيكنس تاع البايب. كل ما زاد السكيدجول نمبر كل ما الثيكنس تاع البايب زاد معي. نعم بالستاندردز تاع البايب هاي الثيكنس تاع لما بيزيدوا الوول ثيكنس هاي الثيكنس تاع البايب ماشي. هلا لما بيزيد السكيدجول نمبر يعني بيزيد الثيكنس ذكرناها سابقا. لما نزيد الثيكنس هل بنزيده من برا ولا بيزيدوه من جوا؟ تتذكروا شو حكينا فيها هاي؟ من جوا بتزيد مش من برا. التوصيلات دائما تركب على البايب من برا عشان البايبس تركب على بعضيها ما بصير يغير الدايمتر الخارجي، يغير في الدايمتر الداخلي لان البايب على البايب بنركبه بوصلات من برا لبرا. طيب فاذا السكيدجول نمبر هذا يعبر عن الثيكنس الداخلي وبالتالي يصير له علاقه بالانسايد ريدس او الانسايد دايمتر للبايب. طيب هذا الدايمتر 30 انش سكيدجول نمبر 40 له جداول، من الجداول بنشوف ان الانسايد دايمتر يساوي 3.068 انش. هذا الانسايد دايمتر. طيب نعم the oil has a density معطين البروبرتي ذا الاويل الحديث هون عن هذا التنكيل اوكي الدنسيتي بتاعته 58 باوند ماس لكل قدم مكعب والفيسكوسيتي 100 سنتي. هلا بدنا الفلويد يمشي بهذا الاتجاه من غير ما نضخ من غير ما نحط مضخه. كيف ممكن الفلويد يمشي بهذا الاتجاه من غير ما نحط مضخه؟ يلا هات نشوف شو الافكار اللي عندك. بيجوا بقول حط مضخه هون وضخ. بقول لك ماشي هذا one solution بس بدناش اياه. بديش احط مضخه. دكتور غير ارتفاع الثاني نزله لتحت شوي. نعم غير ارتفاع الثاني او ارفع الاول. ارفع تانك A لفوق او نزل تانك B لتحت. هاي طريقه ثانيه. اوكي بيجي واحد بقول لك واقع الحال عندي انه التانكين على نفس الارتفاع. كان يكون مثلا كان يكون هاي سفينه في البحر وهذا تانك على شط البحر وبدنا الزيت يمشي من التانك للسفينه. طبعا احنا عاده بهذه الحركه بنحط عاده مضخه بس ليتس سي فور ذا سيك اوف ارجمنت بدناش نحط مضخه لانه المضخات ممكن تهرب وعم نتعامل مع مواد خطره جدا لدرجه انه بدناش اي تهريب لبرا. فبدي الضخ يصير مش باستخدام مضخه والليفلز فينيش العب فيها بسبب الجغرافيا تاعت المنطقه. شو في طريقه ثالثه؟ تعبي التانك مواد عشان يزيد ارتفاع السائل. يعني وين كانت الفكره وارده؟ هو قصد زميلكم انه عبي في هذا التانك مواد اثقل من الزيت بحيث انها ترفع الليفل تاع الزيت لفوق. دققت كلامي. ها؟ هذا كلامك ولا انا حطيت كلام غير اللي انت حكيته؟ لا هذا الكلام بس الكلام اللي حطيته انه اثقل الدنسيتي اعتبرت الدنسيتي انا ما اعتبرتش الدنسيتي. انت ما حطيتش اعتبار مو اذا ما حطيتش اعتبار للدنسيتي عندك شرطين. الشرط الاول الدنسيتي تكون اكثر عشان ينزل لتحت والشرط الثاني يكون امسبل يعني ما يذوب في بعض. دكتور ممكن نفتح على الضغط الجوي؟ يعني ممكن احط مي وارفع مستوى النفط مثلا. بصير المي لا تختلط بالزيت وهي اثقل من الزيت وبالتالي صحيح فيني ارفعه. طيب بس قديش بدي ارفعه؟ متر مترين ثلاثه قد لا تكون كافيه. شوف قد لا تكون كافيه للضغط بدها حسبه. هاي بدها حسبه. اوكي وقد تكون مساله كويسه لامتحان على فكره. طيب انا بديش هاي الفكره، بدي الفكره تاعتي المساله اللي امامنا. شو المساله اللي امامنا بقول لك؟ بقول لك اضغط السبيس هات. زيد الضغط at point one. احنا الان افترضنا انه اتموسفيريك. هلا في كثير من لما نتعامل مع مواد خطره او سريعه الاشتعال ممنوع يكون هون اكسجين. ما بصير يكون في عندي اكسجين، الاكسجين وجود مواد قابله للاشتعال صار راس مالها بدها ايش؟ ولعه.
والعمود دائما متوتر. فبكون مثل هيك خزانات زي خزانات خزانات الجازولين على سبيل المثال بنزين السيارات ممنوع يكون بيحتك احتكاك مباشر مع الهواء اللي هو عبارة عن أكسجين فيه. بحطوا عادة النيتروجين لحاله بدون أكسجين. فإذا نفترض إنه ما فيش عندي مش مفتوح الأتموسفير وليكن عندي خلينا ننظف السكرين. فباجي بقول لك أنا بدي أحط هون نيتروجين. تضغط ترفع الضغط النيتروجين. لما انا برفع الضغط at 0.1 0.1 ترى هاي هذا هو 0.1 هون في بعضكم افترض انه 1 مفتوح على الاتموسفير ترى مسكر. لاحظوا السيستم اذا بتطلع عليه حسب الرسم مش مفتوح بينما هون حسب الرسم هاي الجهه مفتوح. هلا بغض النظر واحد بيقول طب هون غازولين مش مفتوح هون مفتوح بدناش نتناقش في النقطه هاي. ليتس سي انه بديش يكون قابل للاشتعال مش قابل للاشتعال قضيه ثانيه بدي استخدم ضغط. اوكي الضغط اضغط الجهه رقم واحد استخدام صم غاز. اوكي لما انا برفع الضغط هون لما هذا الضغط بزيد مش بصير يدفش هذا لتحت بدفش وبالتالي بصير يمشي في السيستم. هلا Tank B is vented to the atmosphere. The levels of the free surfaces are the same in both tanks. What is the gauge pressure in tank A? بحيث انه بالفعل يصير في عندي fluid flow و 100 gallon per minute. يعني كيف فيني اضخ الكميه هاي مسافه 3000 قدم من خلال بايب الانسايد diameter عفوا البايب سايز 30 انش الانسايد diameter 3.068 انش الفيسكوسيتي للزيت 100 سنتيفواز والدنسيتي بتاعته 58 باوند ماس لكل قدم مكعب. كم يجب ان يكون الضغط في التانك 1 سو ذات النفط هذا يمشي المسافه المطلوبه بالفلو ريت المطلوب. نعم let's solve this. We apply Bernoulli's equation. Okay. Between 1 و 2 0.1 و 0.2 لاحظوا 0.1 و 0.2 نفس الليفل فما في عندي فرق في البوتنشال انرجي. 0.1 و 0.2 الـ velocity at 0.1 اللي هي الـ velocity سرعة انخفاض سطح الليكويد والـ velocity at 0.2 سرعة ارتفاع سطح الليكويد وإن كان لهم values وقد يكونوا مختلفات لكنهم حيكونوا small مقارنة بالـ values الثانية فبالتالي kinetic energy term حيختفي. اوكي فهذا الترم kinetic energy حيختفي potential energy حتختفي. لاحظوا ما في عندي مضخة وبالتالي ما في work هذا سيختفي وبالتالي سأنتهي بالمعادلة minus energy loss due to friction is equal to delta P على هيا. هلا the density is constant و in tank A the gauge pressure okay. The density constant وبالتالي طلعها خارج الدلتا اوكي okay. اوكي okay. يعني خارج الدلتا واحد على مش مره بدنا نجيبها عند الاف فبصفي ماينس رو في اف تساوي بي 1 ناقص بي 2 هلا الاصل تكون هاي مش ناقص زائد بس الساين كونفنشن if the flow in the pipe is laminar then we can solve the, for this pressure from equation هاي المعادله اللي شفناها قبل شوي زين قلنا انه energy loss due to friction الفوليمتريك فلو ريت برض الكلام هذا اللي هو هي يا دوب ما نشوف بعدين هاي المعادله انرجي لوس ديو تو فريكشن يساوي هذا الكلام كيو في دلتا اكس في نيو ضرب 28 كيو في دلتا اكس في نيو ضرب 28 على رو في باي في الانسايد دايمتر في ذا باور اوف 4 الان لاحظوا الشرط بتاعه انه عندي لامينار فلو. معادلات سابقه افترضنا انه عندنا لامينار فلو. طيب هلا لامينار فلو معناها رينولدز نمبر